وفي خلال ساعات تم تحرير مدينة ناصر وبالفعل أسرة محجوب محجوب ما قتلوا لأن نيوان قال هو دار يتكلم مع محجوب ما قتلوا محجوب ما قتل أسرة وده عادة بتعجيل الشعب لتحرير السودان وزي ما انت شاهدين في الصورة يهوداك محجوب ويهوداك الأسرة وبكل أسف إنه في ناس ماتوا يهوداك جثثهم إحنا نأسف على موتهم لأنه ده ناس أبرياء ما طرف لكن طبعا النظام في الخرطوم بيلزم عشان يموتوا في معارك ما عندهم فوق جمل ولا ناقة زي ما العرب قالوا فانتوا شايفين محجوب ويهوداك قايد وانتوا زي ما شايفين في صورة انه قوات ناصر قوات الشعب المسلح اللي كان موجودة في ناصر بقيادة عقيد محجوب خسرت كل شيء خسروا ناصر كمنطقة دفاعية خسروا جميع الأسلحة والمدافع خسروا العربات خسروا صواريخ بما فيها راجمات 40 ماسورة وخسروا كل شيء وأسروا محجوب قتلوا جميع القوات وأسروا بعض القوات على رأسه محجوب ما في زول طلع من ناصر وفعلا لو كان محجوب لو كان هو يعني أخذ إنذار جون جرن ما أخذ الجد الكارثة دي ما كان لهجت بناصر وقوات ناصر وزي ما شفتوا هنا امتلكنا من ناصر وحدها هنا امتلكنا جميع الأسلحة يعني أنتم شايفين في الصورة دي كل أسلحة ما جاءوا من برد أسلحة كانت موجودة في ناصر وأسبق معظم الأسلحة لسه في خنادق ودي أسلحة جابوها برا عشان إنه يشوفوكم الأسلحة اللي قبل ناصر في ناصر ودي بيوري يعني بيوري بالضبط انه زمان دكتور جون بيقول انه الممول الاسلحه الرئيسي لجيش الشعب لتحرير السودان يعني زول اللي بيجيب سلاح لجيش الشعب لتحرير السودان هي قوات الشعب المسلح والناس كان بيكذبوا يقول ده ما حقيقه لكن كده شوف الاسلحه دي اللي احنا قبلناها في ناصر هسه ده في ناصر وحدها ويلا لو ها احنا قبلنا كوبو احنا قبلنا فشلا هنا قبلنا جوكو هنا قبلنا بور قبلنا توريت قبلنا كابويتا قبلنا بوما قبلنا كيجي كيجي قبلنا كل المحلات ديل قبلناهم دي إذا كان ده سلاح لقيناه في ناصر واحدة ويلا ها في المحلات الكثيرة دي السلاح ده ما بيكفي إنه يسلح الجيش الشعبي لتحرير السودان كاملا وبعد ما انه الجيش الشعبي تمكن من السيطرة على ناصر وقام بتفتيش الأراضي وتأكد انه ما فيش معنيات قريبة والأمن مستتب المجروحين جردوا من السلاح والماتوا ماتوا ومنطقة بدأ آمنة وما في مشكلة دخل العقيد الدكتور جون جرن مبيول كان قريب كان بيراقب الحرب بيشرف على الحرب وبيرشد المعارك من محل قريب خشى مدينة ناصر باحتفال كبير زي ما شايفين هداك نازل من المركب او الموتور بوت جاي من جثة ثانية وها يا شفت زي ما انه بيستقبل النار من نيوان بجمجة وقائد سلفا كير ميادين والقائد بودن كونتول وجميع القوات الحفلة ماشية في ناصر وهو في طريق هسه يعرف شايفين ماشي على مدينة ناصر وزي ما انت شايف الناس هو بتفقد ناصر بيشوف الخنادق المزقزقة وبيشوف المدافع المدفونة والدبابات الما متحركة المدفونة وكل التحصينات وكل المواقع فقط وزي ما انتم شايفين يا هدوك خاشي بيشوف الاسلحه اللي قبضوه كله المعرضه وهو خشى عشان يصافي المحجوب ويبارك لانه نجا من الموت رغم انه رفض اوامره لكن هو كان مرتاح جدا يشوف محجوب وقال له مبروك محجوب انت عمرك لسه طويل انت من هسه لقدام ما في اي حاجه
ما فيش اي حاجة يجيك ما فيش خوف وهو ما يجيب لا بيرسو نبت العسكري عقيد تعمل في الجيش السوداني وقال له احنا في الجيش الشعب نحترم الاسرى احنا بنحترم الاسرى واحنا بنعامله معاملة طيبة زي احنا بنعامل زي جنودنا وبعد ذلك بعد ما الترجون طاف المنطقة كلها وانتو شايفين يهوداك ماشي جاء ونزلوا العلم بتاع قوات الشعب المسلح او علم بتاع حكومة السودان السودان القديم السودان السودان التفرقة السودان المساواة شايفين يا دوك يرفع العلم علم السودان الجديد علم السودان الجديد سودان العدالة سودان المساواة سودان الحرية بإذانا ببداية عهد جديد للناصر والسكان الموجودين في ناصر نقدم التحية للقوات بتاعنا الحاربوا والحرروا ناصر احنا بنحييهم كأبطال واحنا بنقدرهم واحنا يعني سعداء بهذا النصر العظيم احنا كذلك بنهيي شهدائنا بنهيي أبطالنا سقطوا في معركة ناصر وهنا بنقول لهم انتم ما موتوا خسارة انما موتوا من اجل هدف سامي هدف سامي وهدف وطني واخيرا بنهيي القائد جودن كونغشول بنهيي القائد سلفا كير ميادت بنهيي الدكتور جون غران دمبيو